بسم الله الرحمن الرحيم. ربما كان الحلم قديما، لكن يمكن أن نتعلم من الرمز وكيف يفسر العلماء أو مفسر الأحلام تلك الرموز. جاء رجل إلى مفسر الأحلام الشهاب العابر وقال: رأيت أنني أنبش صناديق الناس وأخرج ما فيها. قال: أنت رجل نباش، تخرج أجساد الموتى وتسلب الكفن. وجاء آخر وقال: رأيت أنني أشرب أو أمتص دمامل الناس وما فيها من الدماء. قال: أنت رجل حجام، تحجم الناس، لأن الحجامة قديما كانت بالإيه، كان بالبوق، والحجام يشفط الإيه الدم بحيث يخرج من الإيه من الأجساد. فهذه الرموز وإن كان اختلفت، لكن تبين كيف يفهمها المفسرون.